وبعد مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، سلطت الأضواء على هاشم صفي الدين الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه الزعيم الجديد المحتمل للحزب. ويواجه الحزب الآن تحديا يتمثل في اختيار أمين عام جديد له بعد أعنف ضربة تعرض لها في تاريخه الممتد منذ 42 عاما.